اي نعم. الفأل حال الموحد، التطير حال مشرك منافق، الفأل حسن ظن بالله، التطير سوء ظن، الفأل مستحب، التطير شرك أصغر قد يصل إلى الأكبر، الفأل انشراح للصدر، دائم منشرح الصدر، التطير انقباض للصدر. كيف الحال؟ قال الحمد لله. إيش الأخبار؟ قال بخير. كيف الأسعار؟ قال الحمد لله. يا رجل ارتفعت الأسعار، قال الحمد لله في نعمة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال نخفضها بالتقوى، الحمد لله احنا في نعمة. والله نعم مو نعمة، صح؟ وبعض الناس متسخط يبغاك أنت تسخط، صح؟ يسب ويشتم، نسأل العافية والسلامة. إذا حال الموحد إيش؟ دائما، ما حد شائم عندنا. وبعض الناس قال والله فلان يضحك، قال الله يكفينا شر الضحك. ليش؟ لأنه بعد الضحك تأتي المصيبة. يعلم الغيب؟ إيه إيه، عندنا من يعلم الغيب، صح؟ لأنه يضحك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، النبي صلى الله عليه وسلم وما قال أحد الله يكفينا شر الضحك، صح؟ وبعض الناس قال خير يا طير، تطير شرك أصغر موجود؟ بعدين قالوا عرفنا التوحيد، صح؟ وبعض الناس قال أعوذ بالله، فلان دخل، صح؟ أعوذ بالله هنا تطير، صح؟ اي نعم، ما يتطير الموحد، ما يتطير موحد ايش؟ تفاعل، مفهوم؟ الشرك اصغر واحنا لا ندري. وبعض الناس يقول والله نفسي مقبوره، حاس ان اليوم المصيبه قريب تجي، يعني قبل الظهر يمكن جايه ان شاء الله، صح؟ موجود. وبعض الناس يتطير بايش؟ بالقران، بالقران يتطير. نعم، يبغى يتزوج متردده، تزوج ولا يفتح القران، اذا وقع النظر على ايه فيها رحمه قال توكلنا على الله، اذا وقع النظر على ايه فيها عذاب جهنم